للمزيد ينضم إلينا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت. دكتور إحسان، أهلا بك في هذه التغطية. بداية، ما الجديد الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي اليوم، خاصة في إطار الضربات الأمريكية على بعض المواقع في سوريا والعراق وردود الفعل المتوقعة؟ تحياتي اولا. يعني ما زال الموضوع ذاته ندور في حول في حلقه مفرغه. المشكله هي اسرائيل، المشكله الحرب في غزه وتداعيات هذه الحرب على غزه. المشكله ان الامريكي مع كل هذا الدعم الغير محدود لاسرائيل لا يستطيع ان يدخل الطعام ويوقف العقاب الجماعي، وما زال الإسرائيلي يحلم بخلق نكبة جديدة، ما زال يجوع ويضطهد ويضرب ويقتل، وليس هناك أي مكان آمن في غزة. كل ما نراه من جولات مكوكية لوزير الخارجية، من أي نشاط دولي، المشكلة أن الأمريكي لا يضغط على الإسرائيلي، والإسرائيلي عنده مشاكل داخلية. نتنياهو يعرف أنه إذا تخلى عنه بن غفير سقطت الحكومة ومستقبله مبهم، يعني ربما السجن أو انتهاء حياته السياسية. وطالما الأمريكي في هذا يدعم الإسرائيلي بشكل مطلق، ستبقى المشاكل بالمنطقة، سيبقى الحوثي لو ضرب قد ما ضرب الأمريكي، سيبقى الحوثي يضرب. الجماعات العراقية، الجماعات التابعة لإيران، إيران تقول لأمريكا بشكل واضح، تقول أنتم حلفاء مع إسرائيل وأنتم تدعموا إسرائيل بشكل غير محدود. هل أنتم تتحكموا بما تفعل إسرائيل؟ هل تمكن أن تأمروا إسرائيل تفعل شيئا ما؟ يقول إيران لا أطلب من حلفائي وجماعاتي ما يسمى أحيانا أذرع إيران، أنا لا أطلب منهم شيء. أنا من بيروت قلت لا أريد التصعيد، لكن هؤلاء الناس أنا لا عندي command and control، ما عندي تحكم بهؤلاء الناس، عندهم أجندتهم. لما يفعل الحوثي له شعبية كبيرة في اليمن، له شعبية كبيرة في العالم العربي. أنا لا أستطيع أن أحرج نفسي وأطلب من الحوثي أن لا يعمل. أنا لا أستطيع أن أحرج نفسي وأخوض الجماعات التي تضرب هنا وهناك باسم فلسطين، أدخل أضغط عليهم وأظهر كأني أنا يعني وكيل أمريكا بالمنطقة، وأنا عندي مشروع وعندي شعاراتي وعندي يعني عندي أهدافي وعندي مشروعي وعندي يعني مصداقيتي بمعقوله. فهذه المشكلة، فمهما حصل، حتى تصور يعني مجلس الأمن لم يستطيع أن يصدر أي شيء يجبر إسرائيل على حتى إدخال الطعام. إسرائيل ما زالت تستعمل الطعام كسلاح. محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة بالعالم، قالت أن هناك إبادة في غزة، وما زالت إسرائيل تتجاهل اللعب. يعني محكمة العدل الدولية قالت بأن يجب على إسرائيل حماية المدنيين من الإبادة الجماعية. صحيح. يعني هي صحيح. لم تتهم إسرائيل بشكل مباشر بالإبادة الجماعية، يعني هي أنت بلازبل، يعني هناك سبب، يعني يعتقد بلازبل، يعني معقول أن هناك إبادة. ولكن المشكلة أنه يعني طلبوا منه 12 طلب، وتصور وزير بالحكومة الإسرائيلية أعتقد بن غفير قال هيج شماج، يعني مثل مش فارق معهم، يعني لا فارق مع الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا الأمين العام للأمم المتحدة. يعني موضوع غريب. والإضافة إلى ذلك، يعني الجولة المكوكية في العالم العربي، الأمريكا لا يمكن أن نضمن وقف إطلاق النار. إسرائيل رافضة تماما أن يكون هناك وقف إطلاق النار دائم. يعني ما يريد الأمريكي من الفلسطينيين إخراج كل الرهائن، وإسرائيل تستمر في حملة الإبادة، والفصائل ترفض ذلك. ما هو الموقف الروسي دكتور إحسان، وكيف تفسره وتحلله، خاصة وأن روسيا أو ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة هو الذي دعا إلى هذه الجلسة؟ شوف، الروسي يعني سعيد جدا بإحراج أمريكا. يعني هو بالنسبة له يعرف أنه إمكاناته محدودة، لا يؤثر على إسرائيل، أولا ما عنده أي تأثير على إسرائيل، ويعرف أن القوة العالمية هي أمريكا، وهي التي تصدت له في أوكرانيا وكلفته ثمن باهظ جدا 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 في أوكرانيا.
يعني لو ما لو ما لما امريكا في اوكرانيا، اوكرانيا خبر كان وصار جزء من روسيا الاتحادي. هو يعرف عنده مشكله مع امريكا، ولكن يعرف انا لا يمكن اتحدى امريكا، ويحاول يعني تحريك الملف في الولايات المتحده، ولكن يعرف في نهايه المطاف ان هناك الفيتو الامريكي، يعني كل في مجلس الامن هناك فيتو لكل هذه الدول الكبيره، ومهما تحرك الروس في نهايه المطاف الفيتو الامريكي في الانتظار. فنحن يعني ولكن هو تسجل موقف روسيا مع العرب المصريين، انا مع السلام العادل، انا مع القضيه الفلسطينيه، انا لا اقبل ما يحصل من اباده، وهو زياده احراج لأمريكا إحراج أمريكا. لذلك أنا عدد كبير من المحللين في العالم العربي يقولون دائما أنه إسرائيل يعني شو هالكنز الاستراتيجي لأمريكا، أنه والله مهمة جدا لها، مهمة تخدم أمريكا. أنا برأيي هي كارثة لأمريكا، هي لعنة لأمريكا إسرائيل. يعني كل تاريخ أمريكا وإسرائيل أي متى، يعني على لسان السياسيين الأمريكيين دائما في حملاتهم الانتخابية يقولون أن إسرائيل هي الحليف الأقدم والحليف الأقوى، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتحقق أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. نعم، هو يقول ذلك لتبرير الحجم الضخم من المساعدات، كم الهائل من المال الذي يذهب المساعدات، كل الغضب الذي ينزل على أمريكا، الشتائم الذي ينزل على أمريكا في العالم العربي والإسلامي هي بسبب إسرائيل، وكل الفضيحة بالنسبة لموقف أمريكا من حقوق الإنسان القانون الدولي بسبب إسرائيل. إسرائيل لا تخدم أمريكا إطلاقا، دورها فقط يعني تصور مثلا حرب العراق 2030 وراء اللوب الإسرائيلي، ماذا استفادت أمريكا من حرب العراق؟ تقريبا تريليون دولار كلفت الحرب العراق، فهي بلاء، هي بلاء. حتى يعني أيزنهاور تدخل لإخراجهم من مصر، من مصر تهديد فرنسا وإسرائيل وبريطانيا. فيعني منذ بداية العلاقة هي سببها اللوبي الإسرائيلي، وإنما عمليا لو اختفت إسرائيل عن خارطة كدولة لا تؤثر على مصالح أمريكا إطلاقا. بالعكس، إذا اختفت إسرائيل اليوم كما اختفى نظام جنوب أفريقيا العنصري، كانت مشاكل أمريكا مع العالم العربي والإسلامي حلت. ليس هناك أحد غاضب من أمريكا، كل مشاكلنا من إسرائيل، والدعم الأمريكي غير محدود. إلى أين ترى سيذهب رد الفعل في المنطقة، خاصة بعد إعلان فصائل عراقية استهداف قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في سوريا، ويأتي ذلك بالتأكيد ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، والضربات الأمريكية هي كانت في الأصل ردا على استهداف قواعد أمريكية. هل ذلك ينذر بتصعيد ربما تدريجي يحدث من الناحية العسكرية؟ مستحيل أن يكون، إذا عانيت بذلك ضربة لإيران، هذا من تأسى المستحيلات برأيي. لن تضرب أمريكا إيران إطلاقا. يعني هناك تفاهمات مع الإيراني، الإيراني يعتبر الأمريكي أن النظام الإيراني يجب الحفاظ عليه، والنظام الإيراني نظام مسؤول. تاريخ العلاقة الإيرانية الإسرائيلية، تاريخ العلاقة الإيرانية الأمريكية يثبت أن هناك تفاهمات تحت الطاولة، ولكن النظام الإيراني يعني له حاجة إيديولوجية أن يظهر أنه عدو إسرائيل وعدو أمريكا، عدو شعارات. كان هناك تهديد من جانب المسؤولين الأمريكيين يتحدث بأن ربما يكون هناك تصعيد إذا وجهت إيران ضربة مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني ماذا تعني الضربة المباشرة؟ ضربة مباشرة إيران أنت وجه. منذ بداية الحرب على غزة كان هناك اجتماع في طهران، قال المرشد، قال لجماعات إيران منها حماس، أنه إيران لن تدخل في هذه الحرب. ولكن ماذا يقصد بالضربة المباشرة؟ يعني أليس ضرب القواعد الأمريكية يعتبر ضربة مباشرة؟ إيران لا تريد الانتحار، هذا انتحار لإيران. إيران دولة عدة مصالح، أمريكا تعتبر أن إيران رغم كل الشعارات، يعني هناك أنتماع عند بعض الناس أن هذا الملالي أخبياء معتوهين متطرفين، وهذا عند الأمريكي يعرف أن هذا غير صحيح. أهم غاية عند النظام الإيراني، نظام الملالي، هو الاستمرار في الحكم والبقاء، والأمريكي دائما يطمئنه. تصور الأمريكي دائما يطمئن النظام الإيراني، يقول لا أنا ما عندي مشكلة مع النظام الإيراني، أنا لا أريد تغيير النظام الإيراني، أنا لا أريد الحرب مع إيران. وأن دائما حتى ترامب يعني كان يغني أنه إيران عظيمة وتاريخها عظيم، يعني هو كان إذا كان أحد يضرب إيران فهو ترامب،
وترامب لم يضرب إيران. لماذا؟ لأنه يعرف أنه النظام الإيراني عنده شعارات، ولكن هو براغماتي بامتياز. والإيراني يقول يعني أنا عندي مصالح، أنا شيعي فارسي، أنا أقلية في هذه المنطقة، أنتوا عندكم حملات طائرات في العالم، عندكم قواعد بالعالم، أنا عندي ميليشيات تحمي مصالحي وأنشر فيها نفوذي في المنطقة وأحمي نفسي. أنا لا أقول لهؤلاء الناس أضربوك، أنا ما عندي حرب معكم، أنا لا ما عندي حرب، ولكن طالما هناك إبادة في غزة لا أستطيع أن أدخل مع هؤلاء وأقول لهم لا تضربوا الأمريكان، ما أنتم تضربونهم وهم يعني يضربوا بعضهم. فالإيراني يقول أنتم يعني ضربوكم أنتم ضربتوهم. بعدين يعني كما قال وزير الدفاع كلمة كثير مهمة، قال لما سألوا أحد الصحفيين لماذا انتظرتم يعني 150 ضربة بعدين تضربوهم، فقال لهم 150 ضربة كم أمريكا قتلها؟ لم يقتل أحد من الأمريكيين. فيعني مفهوم أنه هم بحاجة لفعل شيء ما، والأمريكي متفهم لذلك لأنه يعرف أن هذه الدولة مهمة في العالم العربي وتلك المنطقة في العالم، وهي دولة براغماتية، وهم يريدون الحفاظ على النظام. أتصور أنا دائما أقول أن أمريكا تخاف على النظام الإيراني، لا تخاف منه، لأنه تعتبر إذا سقط النظام الإيراني ليس هناك بديل، هناك الفوضى في منطقة الخليج العربي، منطقة النفط، وهي مصيبة كبيرة لأنه الهجرة غير شرعية وفوضى وأزمة كبيرة يعني في هذه المنطقة المهمة. لأن هي إيران دولة ضعيفة، دولة يعني عندها وضع صعب اقتصاديا، وهناك مناطق نائية وعندهم غضب الأقليات الأكراد والبلوش، فعنده خليط من الشعوب يعني في إيران، ويخاف الأمريكي أن يسقط النظام. ليس هناك بديل، هناك حرب أهلية ومتاعب في منطقة مهمة جدا بالعالم.